أن حب الزوج لزوجته هو أصل الاهتمام. إذا وجد الحب وجد الاهتمام، وإذا انعدم الحب انعدم الاهتمام، وإذا انعدم الاهتمام انعدم الوئام والاتفاق. لكن لابد أن يعلم أن أصل ذلكم الحب هو توفر الصلاح في الزوجين أيها الأخوة والأخوات. نعم، توفر الصلاح والخير والعناية بحقوق الله وحقوق عباده في الزوج والزوجة، فإن هذا من الأمور الهامة. قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودادة في القلوب ومحبة في النفوس وميلا إليها، فهذا من ثمار الإيمان. ولذلك أصل التفرق بين الأزواج وأساس المشاكل هو المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل وعلا: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيها الأخوة، قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في أحاديث كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرء الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وزوجة صالحة تعينك على أمري، دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس. إذن المرأة كنز إذا كانت على ذلكم الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا الميزان والمعيار الذي به يعتبر الزوج، قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد الأرض. من ترضون دينه أي ديانته، وخلقه أي معاشرته وصحبته، فهذا هو الزوج الذي ينبغي اعتباره. فعلى كل من الزوجين أن يحرصا على إصلاح ما بينهما وبين الله عز وجل. إن حصل وأصلح الإنسان ما بينه وبين ربه، وفق الله جل وعلا بينه وبين زوجه. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.